ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم، قناة HMWIN. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع التسويق الالكتروني، واتكلمنا عن البنترست، والحلقة حققت يعني 390 مشاهدة. طبعا عدد بسيط، ولكن كقناة جديدة يعني نتمنى الفيديو ده يعمل حوالي 1000 مشاهدة، تمام؟ ونتمنى ان انتوا تعملوا شير على الفيسبوك للفيديوهات الخاصة بالقناة وتدعموا القناة. اليوم هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في موضوع التسويق. نسمع كتير جدا ان احنا بنيجي نسوق منتج يقولك هنعمل اعلانات بتكون مدفوعة، تمام؟ انا اجيب لكم ادوات، وهي ان احنا هنعمل اعلانات ولكن هتكون مجانية وليست مدفوعة. اكيد زي ما انتوا سامعين، الاعلانات هتكون مجانية من خلال ادوات بتكون مجانية، تمام؟ وبتجيب نتيجة زي الاعلانات المدفوعة بالظبط. عن 7 ادوات دول في الفيديو، ونتمنى طبعا المتابعة الجيدة للفيديو حتى النهاية، لان كل دقيقة مهمة في الفيديو، وهنتابع بعد الفاصل. طبعا انا عملت بالنسبه لنا، حددنا المنتج بتاعنا من منصه الكيك بوستر، وحددنا في ملف نوت باد، تمام؟ اللي احنا العنوان اللي احنا هنستخدمه، واللي هي المودرن تكنولوجي ان ذا فيلد اوف فوتوغرافي فور ذا يير 2021، هاو كان ات هيلب فيديو جرافرز، تمام؟ ازاي هي بتكون بتساعدهم، وكانت جزء من الاجابه موجوده هنا، وده جبناها من الموقع الخاص بالافيليت بتاعنا او بلينك الافيليت الخاص بينا، ودخلنا على بيتلي وادي اللينك الخاص بالافيليت، هو ده الاعلان اللي احنا هنحطه معانا. وتعالى هنا على الموقع بتاعنا، وهي الاداه الاولى المجانيه، وهي الفري ادس ادرس. طبعا انا بخليها الاون كانترس، انا بخليها الاون كانترس. وهننزل هنا تحت هنلاقي في السيل او الباي، مفيش اي مشكله. والسب كاتيجوري هنخليها الارتس اللي هو الفن، مفيش ادنى مشكله. وبالنسبة للجروبات، وهي الايكونز ولا ايه بالظبط فيهم، احنا ممكن نخليها مثلا البنتنجز، مفيش ادنى مشكلة. وبالنسبة الى التايتل بتاعنا، طب التايتل اللي هنحطه ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، انت موضوع الخاص بيك. انا ممكن اجي هنا ونقول له ان المودرن تكنولوجي ان ذا فيلد اوف فوتوغرافي، تمام، فور ذا يير كذا. هنشوف، هنيجي هنا ونقول له تايتل، هنقول له بيست في 2021. ولو عملنا 3 نقط كده وكملناها، كملنا السؤال هاو كان ات هيلب فيديو جرافيك، بحيث ان هما اللي هيخش عليه هيشوف ان هو بيساعد ازاي الفوتوجرافيك. بالنسبة للديسكريبشن، هنقوله ان ده هو ديسكريبشن باللينك بتاعنا، مفيش ادنى مشكلة، تمام. وادي اللينك بتاعنا، حط اللينك بتاعك ما تقلقش في الاعلان. الايميل، حط اي ايميل خاص بيك. كود، هندخل الكود اللي قدامنا ده. بعد كده الويب سايت اللي هو ده، ناخده كوبي نحطه جوه احتياط. ادي البيست. لو انت عندك قناه او قناتك اليوتيوب بتدعم الفيديو ده، هنحط الفيديو زي ما انا عملت كده بالظبط، ولكن انا ما عنديش الفيديو، هنسيبها فاضيه. الكونتري طبعا مش هنخليها ايجيبت، هنخليها يونايتد ستيت يو اس اي. وبالنسبه للاول كونتري والسيت اول سيتي، مش هنحدد حاجه معينه، عايزين بكتشر للجزء ده، تمام. بالنسبه للمنتج بتاعنا، المنتج بتاعنا هنحط اول حاجه في البكتشر 1. بنيجي عادي جدا بالنسبة للمنتج، ممكن ناخد دي واحد، ونيجي بعد كده ناخد دي، وبعد كده ناخد دي. طبعا صفحة المنتج بتبقى فيها الفوتو وفيها الجي اي اف، وبعد كده بنقول له بوست. خلاص انا بوست في ادسمنت، يبقى هو انا كده عملت اعلان، او نقول له بوست يبقى انا كده عملت اعلان. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان يور ادرس هاز بين ببلشد سكسسفولي، يعني تم النشر بنجاح. كونجراتيوليشن، بيهنيك.
يو ادس هاز بين بابلش سكسسفولي، يو كان ريفيو. عايز تعمل ريفيو بابلش بتاعك، عايز تلغيه هتدوس على اللينك ده، ولكن انا هنعمله ريفيو كده. هنشوف الاعلان اللي احنا وضعناه شكله عامل ازاي. ادي الاعلان بتاعنا اللي قال لك مودرن تكنولوجي ان ذا فيلد اوف كذا، هاو كان ات هيلب فيديو جافا للجزء ده. وادي مقدمه وادي اللينك، وده الكونتاكت بتاعنا، الايميل والويب سايت اللي هو الموقع ذات نفسه، وده الايمج اللي هم حابين هم يبصوا عليها. ده الادرس بتاعك او ده العنوان بتاعك، تمام. والاعلان بتاعك بيكون شكل اعلانات كتير بالنوعيه دي، تمام. ده بالنسبه للموقع الاول والاداه الاولى. ننتقل بعد كده الى الاداه الثانيه المجانيه مع بعض. هنيجي هنا وناخد الموقع الثاني بتاعنا الموجود معانا، وهو الموقع USA الاونلاين. هنفتح الموقع واقول بيست هنا اللي هو USA اونلاين كلاسيفايد، وطبعا كل اللينكات دي هنسيبها لكم في صندوق الوصف. انا كده الاولانيه كده خلاص الاداه الاولى، والاداه الثانيه بس هتحمل معايا، هياخد وقت. إذا الموقع ده بيكون عليه ضغط بيكون كبير جدا، بدأ يحمل معانا. والموقع ده مهم جدا 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 في وضع الإعلانات المجانية، يعني مش يعني المواقع الشبيهة بيه بتكون إعلانات بتكون مدفوعة، ولكن هنا الإعلانات بتكون مجانية زي ما اتفقنا. هنا بنيجي هنا ونقول كليك هير تو بوست أدرس، زي ما احنا شايفين كده قدامكم في الشاشة. هنضغط هنا ونعمل اعلان بيكون مجاني، هدخلك على طول على الصفحه المجانيه ويقول لك ضيف لي التايتل بتاعك. وزي ما اتفقنا ان التايتل بتاعنا ان هو هنبدا بهنا ان مودرن تكنولوجي ومقدمه وسؤال، ده المنتج بتاعنا زي ما مجهزينه، نفس المقدمه والسؤال. هنيجي هنا للديسكريبشن اللي هو الوصف، حط نفس اللي احنا عملناه. هناخده كده كل ده هناخده كوبي، وبعد كده هناخده بيست باللينك بتاعك، ماشي. وبعد كده بيقول لك ضيف لي ايمج، والايمج بتاعتنا اللي احنا بنفضلها هنا، وليكن هنحط ايمج وليكن الايمج دي هي مناسبه. وبعد كده حط يو ار ال، ناخد الكوبي يو ار ال هنقوم عاملينه بيست. نتاكد ان في ايه في النهايه هنا وهنا. بالنسبه للكاتيجوري، الكاتيجوري هنا ها ماركتنج اند سيلز هي المناسبه، والتارجت سيتي سيبها بلانك مين اول سيتيز، ما عشان نحدد حاجه معينه هنخليها اول سيتيز واول ستيت. وبعد كده هندخل الكود 5 3، طبعا احنا جهزنا الصفحه بتاعتنا صفحه الاعلان. هيكون معانا التايتل، هيكون معانا ديسكريبشن وضعناه، ولازم من اي خانه متعلمه بعلامه النجمه دي لازم لنا قبلها الايمج خلاص، الكاتيجوري خلاص، الاونر نيم حط اي اسم، والفون نيم حط اي اسم، كذلك الايميل حط اي حاجه، وهتدخل الكود. وبعد كده هنعمل عمليه السبميت. هنا بيقول لنا submit your new address congratulations، خلاص تمام. قال لك congratulations يبقى كده خلاص you have posted advertisement successfully، والاي دي بتاعك اهو لو انت حبيت انك مين تتابعه. وبكده يكون الموقع بتاعنا التاني بيكون انتهى. هنخش بعد كده على الاداه اللي بعد كده، الاداه اللي بعد كده الاداه الثالثه اللي بعد كده، وهي address holders. ده احد المواقع الامريكية الموجودة. بالضغط هنا على كلمة البوست في ادرس اللي قدامكم دي، اضغط هنا وبعد كده هنحط اعلان جديد. الموقع بيكون سهل جدا في الاستخدام. قالك حدد لي الستيت، لازم هنا في الموقع ده انك بتحدد الستيت، اعتقد ممكن نيوجيرسي على سبيل المثال او الاسكا، يعني زي ما نيوجيرسي مفيش ادنى مشكلة، خليها نيوجيرسي. وبعد كده نقول بوزيست، كمل معايا. بعد كده هو هينشرها في الولاية كلها،
بالنسبة للإعلان بتاعنا. يبقى أنا كده حددت كاتيجوري. بعد كده في طبعا جوبس ولا خدمات ولا بيزنس ولا ايفنتس ولا كذا، قول ان هي سيلز مبيعات. وطبعا الخاص بالفوتوجرافيك او بالفن، هنا بيوتي والهيلث لا، ان ابلكيشن هنا بيبقى في الكترونيك كذا كذا كذا، هاوس سوفت وير سبورت ميوزك. ممكن الاعلان ده هنقول له في، يعني مش من ضمن الحاجات دي كلها، تمام. وبعد كده هنقول له بروسيست، كمل معايا. وبعد كده بيبتدي بقى يكتب لك، يقول لك اكتب لي التايتل. التايتل العنوان زي ما اتفقنا، بنقوم واخدين كوبي بيست، مش هنعيدها من الاول اهي، كوبي بيست. طبعا ده بيكون مجهزينه من خلال صفحة المنتج. بعد كده طيب بريسنج ان اوفر، تمام، هيكون افضل. يوتيوب فيديو انا مش عامل. الادرس العنوان بتاعنا اللي هو ده، اللي هو بيتلي، ده هيكون الادرس. وبالنسبة للوصف حط الاعلان ان this is كذا كذا كذا. يبقى ده بالنسبة إلى الوصف. ممكن احنا نظبط شوية الكتابة. ممكن نظبطها بالشكل ده، تمام. ده بيكون يعني افضل شيء اللي احنا عملناه ده. يبقى ده بالنسبه الى الديسكريبشن والادرس خلاص. وبالنسبه لك حط الثمن، الثمن قال لك بالنسبه للثمن بتاع الخاص بالمنتج، ويحط الايمج. هنسيب الثمن فاضي بحيث ان هو يخش ويشوف. بالنسبه للايمج اعتقد ادي واحده، الكونتاكت ماكسيمم ايمج سايز 7، اونلي 4 فايل ار الاوت. خلاص هنحملهم 3 اللي احنا مجهزينهم. ده التاني 2، هو شايف ان دي مدفع او سلاح عشان كده لغاه. نلغي دي وتعالى هنا ناخد الصفحة التالتة بتاعة المنتج. يعني أتمنى إنك تقبلها بقى، يعني خلاص تمام كفاية الاتنين دول. بعد كده النيم كذا، عايز الفون نمبر، حط اللي هما الخمسة ده. و طبعا هنا هيطلب منك جيت ال او بي تي. يبقى انا بالنسبه هنا للفون نمبر او عايز الكونتاكت، طبعا انت لازم تكون من امريكا عشان يبتدي ان انت محدد، انت محدد من يونايتد ستيت، فلازم يكون تليفونك يونايتد ستيت. بالتالي انا النيم والفون نيم، ولازم اللي هو هيبعت لك تفعيل على الحساب بتاعك وهتدخله هنا وهتعمل تفعيل. حط هنا بيست ونقول له جيت كود. قالك انا بعته، تعال نشوف الموقع ده هو بعته ولا لا. هنا بنعمل ابديت، اه من 7 ثواني اتبعت، اللي هو اسمه اد هوتس واد الكود 9560. يبقى اد الحمد لله الموقع اشتغل معانا 9560. يبقى ادي 9560 كده موقع، ويقول له فيريفاي. قال لك فيريفايد فيريفايد و don't show خصوصية، don't show my phone number. وبعد كده بيقول له submit.
هنا بيقول لك ان يو ادرس سبميتد ساكسفري، يبقى كده الحمد لله نجحنا في موضوع في هذا الموضوع. تمام. يبقى انا بالنسبه للموقع اللي اشتغل معانا، احنا فتحنا كذا موقع، هو موقع اسمه ريسيفتس اس ام اس تمام دوت يو اس دوت اي جي. نعملها كده شويه وناخد الموقع ده، هيبقى قدامكم على الشاشه، تحفظوه عندكم واسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يبقى انا الموقع بتاعي اللي اشتغل معايا هو الموقع ده، هو موقع www.receivesSMS.co على US-phone-number. ده الموقع اللي شغال، الموقع اللي احنا فتحناه قبل كده مش شغالة. وبكده نكون انتهت او انتهى الأداة دي خلاص، الأداة التالتة. طبعا هندخل على الأداة اللي بعد كده، وهي أداة اسمها الhotfreelist.com، وده من أهم واحدة من أهم الأدوات، إن أنت ممكن نعمل إعلان مجاني من خلالها. والموقع اسمه لوكال أند جلوبال فري كلاسيفايد. عشان ما أطولش عليكم، شايفين الخانة اللي قدامكم دي، هتلاقي حاجة اسميها بوست فري أدرس، اضغط عليها تمام. وبعد كده أنت بتقدم خدمة بتاعتك فور سيل، أنت بتبيع خدمة. وبعد كده هي خاصة بي طبعا المنتج بتاعنا هو خاص بالفوتوغرافر، فهنخليها في النسبة للفن اللي هو الارت. وتعالوا هنا نشوف التايتل، بموضوع بمنتهى البساطة هنعمل قدامكم كل حاجة. طبعا الكلام ده بيكون متعبت، فالتايتل بنحطه، اللوكيشن سيبه مفتوحة ما تحددش اللوكيشن، بحيث يبعتها للناس كلها. وتعالوا هنا نبعت الموضوع بتاعنا بتاع الادرس بتاعنا، وطبعا التعديل، مش تنسوا التعديل الكلام. بس شوية تنسيق كده تمام الموضوع بتاعنا. بعد ما نسقنا طبعا ده بريفيو للنص بتاعنا. بالنسبة للايميل، حط اي ايميل، دونت كونتاكت مي، مش خلاص مش عايز الكونتاكت. طبعا هنا كابيتال هتدخل الكود ده، وهي البي اي بي اف اف 9. وبعد كده بالنسبة للابلود بيكتشر، موضوع سهل يعني وسلس، هناخد ده وهناخد مين تاني، وناخد ده للمنتج بتاعنا. people can contact مش مشكلة، وال I agree بعد كده. وبعد كده 90 يوم ب$5. خلي بالك الموقع ده بيقولك خلي الاعلان بتاعك 90 يوم وب$5، ولكن بالنسبة لموضوع النن انه بيقعد 30 يوم فقط، واعلانك بيتلغي بعد 30 يوم. ولكن لو عايز اعلانك يقعد 90 يوم، هتكون هتعمل هتدفع $5، وبالتالي انت ممكن تسجل بايميل، وبعدها بشوية بعد 30 يوم بايميل تاني، بعد 30 يوم بايميل تالت، وهيكون كله مجاني. مش عايزين ندفع فلوس في اي حاجة يعني بنقولها هنا في القناة. هنا بيقول لك ان الفيفاي ايميل ادرس ابلود 2، this address has been posted successfully تمام، an email has been sent to your with an activation link please follow the link to activate your post. الموقع ده بيقول لك انا علشان ابعت لك الادرس ده لازم اتاكد ان الايميل ده بتاعك، فلازم يبعت لك لينك تفعيل للايميل بتاعك. طبعا لو دخلنا على الايميل بتاعنا علشان نشوف لينك التفعيل الخاص بينا، ده طبعا تحميل هو ده الايميل اللي اتبعت، وهندوس هنا. بقول لك الايميل فيرفايد، ثانكس يو فور فيرفاينج ايميل، شكرا لك، يو ادس ويل سنو شو اب ذا سايت يو كان بي فيو. وقال لك انا خلاص بعته وبعته للناس الموجوده، وده الاعلان بتاعنا، ده شكل الاعلان ده مودو تكنولوجي ان ذا فيلد اوف فوتوغرافي فور كذا، ده شكل الاعلان بتاعنا اللي بعت، شكل احترافي جدا.
وديس كومباكت بكذا كذا كذا، وابعت لك الصورة الخاصة بيك واللينك بتاعنا. طبعا الاداه الخامسه وهي اداه اللوكال كلاسيفايد دوت كوم. هنضغط هنا على نفس النظام على البوست في ادرس، هيحمل معاك الموقع تمام، وهنا بيقول لك لازم تعمل ساين ان يو اكاونت تمام. هنيجي هنا، اعتبر انا سجلت عليه قبل كده، تسجيل سهل مش هياخد منكم وقت. هنعمل لوج ان، عملنا لوج ان هنيجي هنا نقول له بوست في ادرس تمام. هيفتح هنا التايتل وكاتيجوري. التايتل العنوان بتاعنا ما يقلش عن 100 كلمة زي ما احنا جينا قبل كده، وهناخد العنوان اللي احنا مجهزينه واقول له هنا بيست. خلاص كده العنوان والكاتيجوري، هل ده جوبس، هل ده بيست حيوانات مثلا، سيرفيس خدمة، ترافل، بيكس فور سيل، يعني ممكن نقوله فور سيل حاجات للبيع يعني ممكن. ونكست، حط البايس بتاع الإعلان، طبعا البايس مطلوب، قيمة الإعلان بيكون عامل ازاي. طيب التمن، تمن الإعلان والحاجات دي كلها، التمن مثلا هنقول له يعني بين الصفحة الخاصة بالمنتج بتاعنا. طبعا نحط التمن من صفحة المنتج ونوعه، وهنحط هنا الكليك ذا بوكس بلو كذا ادس من، وحط الديسكريبشن. الموضوع بيكون سهل جدا جدا جدا، ولكن هنا بس زيادة انك هتحط التمن. وعشان وقت الفيديو هنخش على الأداة اللي بعد كده. طبعا الأداة السادسة وهو موقع، وهو ادرس في بوستنج، وده واحد من اهم المواقع اللي انت من خلاله انك بتسوق للمنتج الخاص بالافيليت او بالتسويق لاحد اي منتج بتسوق له من على اي منصة، سواء اذا كانت كليك بوستا او كليك بانك تمام، او ديجي ستور، 24، دول كلها منصات بتكون مهمة جدا، او جوفازو. هنا بيضغط على البوست، بوست ان ادرس، اضغط عليه وبعد كده هنقول له تعالى نعمل البوست. قال لك الكاتيجوري تمام. طبعا المنتج بتاعنا هو خاص بالفوتوغرافر، فممكن نقول ان هو الكرافت كذا ايفرسينك ايرس، يعني اعتقدش هيكون هنا او في حاجة خاصة بالفن يعني، تشيلد ليسون موفينج فاشن الموضة ليجل كلينينج بس ده اتحط في نطاق الجوب الوظائف، وانا مش عايز وظائف تمام. يبقى احنا هنا هنقول له everything else، وبعد كده هنقول له next step. بعد كده الخطة المجانية بتاعتنا 30 يوم بس واعلانك هيتشال تمام، ودي مجموعة من الخطط. اللي بفلوس من 20 دولار، 28 دولار، 40 دولار، دي سيلفر او جولد. ولكن خلي بالك ان انت عندك الفري 30 يوم مجاني، عندك 60 يوم مجاني، وعندك 100 يوم مجاني. انا باخد السيلكت اللي هو 100 يوم مجاني، طالما مجاني خلاص مفيش ادنى مشكلة، طول ما هو مجاني طول ما احنا هنكون حبايب. تشوز بلان، شوف الخطة بتاعتك، خلاص انا عامل 3 شوز، ويفتح معاك نفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده، وتعالوا نملى البيانات بتاعتنا تمام. وهنا نقول له بالنسبة للتايتل، عفوا انا اللي جابني هنا، بالنسبة للتايتل خلاص حطينا التايتل، بالنسبة للديسكريبشن ادي الديسكريبشن بتاعنا، وخلي بالكم حطوا اللينك بتاعكم في الديسكريبشن. وتعالوا نهندل شوية الصفحة بتاعتنا، فيزيت مين او ريليز فيزيت لينك كده خليها تحت. وبالنسبة لي دي هنعملها بالشكل ده،
وبعد كده بقى نقول لك حط التمن بتاعك وحط الكانتري وحط المنطقة بتاعتك ايه والسيتي والبن والميك والحاجات دي كلها والادرس والسنة والحاجات دي كلها. طب الحاجات دي كلها هنجيبها منين؟ لا البيانات دي الايميل واتساب والحاجات دي كلها من الموقع اللي هو بنسميه الفاك ادرس جنريتور. الحاجات دي كلها من خلال الموقع ده هنملأ البيانات. او هنا على سبيل المثال جاب لك اسم واحد عشوائي، اسمي جونسون كذا، الجندر النوع والتايتل والرئيس والبيرث داي والسوشيال ميديا، خلاص ده كده تمام. تعالوا هنا بقى ادي الستريت عنوان والسيتي والستيت والستيت والكود والنمبر التليفون والحاجات دي كلها والميل بتاعه، ده كل ده بيانات هتسجلها هنا عشان تعمل البوست بتاعك. الحاجات دي كلها هتبقى موجودة هنا، والموقع ده مهم جدا احفظه، اسمه الفاك ادرس جنريتور. طيب موقع زي ده والموقع اللي فات اللي هو بتاع سيفز الاس ام اس، ممكن نعمل حسابات فيسبوك وهميه مجانيه وهميه امريكيه، ممكن نعملها وممكن نبيعها على وسيط او من خلال موقع خمسات او كفيل، تمام. اللي عايز يعمل ايميل او كده، ايميل امريكي، ايميل اسباني، من فرنسا، من المانيا، من اي مكان، هنستخدم الموقع ده اللي هو فاك ادرس جينيتو عشان ادخل بياناتي الخاصه بيا، تمام. وندخل ايضا من خلال الموقع اللي هو سيفز الاس ام اس اتكلمنا عليه في الاداه اللي هي الثالثه على ما اظن، تمام. الموقع ده نحتاجه ان احنا ما يجي لك تفعيل للاس ام اس على موبايل، انت هتفعله من خلال هذا الموقع كأن بالظبط معاك تليفون. ممكن استغله في حاجات تانية على مواقع زي خمسات وزي كفيل وزي وزي. ده بالنسبه لهذه الاداه. معانا الأداة اللي هي السابعة اللي هو الفري بيست أدرس، وده أداة مهمة جدا من الأدوات اللي هنقوم بعمل إعلان مجاني من خلالها. وهنا بنضغط على الفري كلاسيفايد أدرس، ولكن تعالوا الأول كده نصفح الموقع ده، خاص فيه ديجيتال أيتم وفي كوميونيتي وفي مجموعة من الخدمات، وهو البوست فري أدفرتسمنت بوست في اد. وبعد كده هيفتح لك يقول لك دخل التايتل والحاجات دي كلها زي ما عملنا قبل كده، تمام. ويعمل البوست ده طبعا ده في اليو اس اي، هيكون طبعا التايتل، هندخل التايتل بتاعنا وده طبعا الموضوع مفيش قد مشكلة، هنقوله people can contact خلاص مفيش مشكلة، وانا موافق على خلاص مفيش مشكلة. وبالنسبة هنا 90 يوم بيكون ب$5، فطبعا الخطة بتاعتك دي بتكون 90 دي، 30 يوم هيتشال الإعلان، يعني هو 30 يوم هيتشال وهيتجدد، وأنا موافق، ونقول له البوست. نتمنى السكيورتي تكون قدامكم صح وانتم شاهدين قدامكم على الشاشة. أهو هنا قال لك إن congratulation you are successful بوست، خلاص انتهت القصة على كده، تمام. ودي مواقع تابعة ليهم، يعني المواقع دي تابعة لهذا الموقع، الإعلان إن أنت تحطه على الموقع ده بيتحط على جميع هذه المواقع، وده شيء بيكون مهم جدا. ودي الأداة الأهم أداة فيهم، هذه الأداة هو موقع الفري بيست أدرس، والناس اللي كملت معانا الفيديو للنهاية يستفيدوا بهذه الأداة لأنها بتجيب مبيعات بشكل بيكون عالي جدا 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 جدا. استغلوا اللي أنا قلته كله، استغلوا الادوات دي كلها في موضوع الخاص بعملية التسويق من خلال الايميل. مش عايزين نعمل اعلانات بتكون مدفوعة، هنشتغل شغلنا كله بيكون مجاني. اديتكو اداة مهمة جدا انك تستقبل اس ام اس على التليفون بتاعك سواء من اي مكان في العالم، انك تدخل اي بيانات عنوانك وسكنك والكود المنطقة اللي انت قاعد فيها في اي مكان في العالم، الموقعين اللي انا قلتهم بالفيديو. وبكده يكون انتهى الفيديو، ونتمنى التوفيق للجميع، والفيديو القادم بإذن الله هنكمل على نفس هذا النمط، تمام. وممكن اللي جاي واللي بعده كمان عشان ننتهي من موضوع المواقع، ان انت ازاي تعمل اعلان على موقع. وعلشان تشتغل في هذا الموضوع لازم على الاقل تشتغل على يعني من 9 مواقع ل10 مواقع على الاقل، تحط فيهم اعلانات مع الحاجات التانية زي البنترست، زي الحاجات التانية اللي هنقولها بعد كده في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. مش تنسوا دعمكم للقناة، انك تعمل شير للفيديو ده على الفيسبوك،
وتوزعها على كل اصدقائك واصحابك، تمام، لان القناة لسه جديدة. ونتمنى التوفيق للجميع، واسف على الاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.